في حلقة اليوم سنتحدث عن حنانيا وسفيرة. أعزائي من جبل الزيتون الذي يطل على مدينة القدس أورشليم، أريد أن أتحدث في هذه الحلقة من سفر أعمال الرسل الإصحاح الخامس عن قصة حنانية وسفيرة وماذا حدث لهم في هذا الإصحاح. قبل أن أتحدث، أنا موجود في منتصف جبل الزيتون، في أسفل هذا الجبل كنيسة الجسمانية أو بستان جتسماني، يعني معصرة زيت، وفي أسفل هذا الجبل هو وادي قدرون الذي يفصل الجبل عن البلدة القديمة. تستطيع أن ترى القدس القديمة، أسوار أورشليم، البوابة الشرقية أو البوابة الذهبية، كنيسة القيامة من الخلف، ومن الجهة الأخرى تستطيع أن ترى جناح الهيكل العظيم. هذا الجبل كان محبب على قلب المسيح، من هذا الجبل صعد المسيح إلى السماء، ومن هذا الجبل أيضا أعطى المأمورية العظمى أن يذهبوا ويكونوا شهود له في أورشليم وإلى أقصى الأرض. أعزائي، سأواصل حديثي عن موضوع حنانية وسفيرة بعد قليل. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضا أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى، رحلة في سفر أعمال الرسل. وكان جماعة المؤمنين قلباً واحداً وروحاً واحدة، لا يدعي أحد منهم ملك ما يخصه، بل كانوا يتشاركون في كل شيء لهم. وكان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، تؤيدها قدرة عظيمة، وكانت النعمة وافرة عليهم جميعاً، فما كان أحد منهم في حاجة، لأن الذين يملكون الحقول أو البيوت كانوا يبيعونها ويجيئون بثمن المبيع فيلقونه عند أقدام الرسل ليوزعوه على قدر احتياج كل واحد من الجماعة. وهكذا عمل يوسف، وهو لاوي قبرصي الأصل، لقبه الرسل ببرنابا أي ابن تعزية، فباع حقلاً يملكه وجاء بثمنه وألقاه عند أقدام الرسل. أعزائي، دراستنا في هذا الإصحاح، إصحاح الخامس، عن قصة تعتبر صدمة وتعتبر صاعقة للذي يقرأها، حدثت في الكنيسة الأولى، وهي قصة حنانية وسفيرة. لكن دعني أبتدئ بالإصحاح الرابع اللي انتهى أولاً بصورة جميلة جداً للكنيسة، بالواقع من أجمل الصور اللي بتعبر عن الكنيسة الأولى. يقول عنه الكتاب: الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، كان عندهم كل شيء مشتركة، بقوة عظيمة يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع. نرى أنها كانت كنيسة ملتهبة بمحبة الرب، ملتهبة بخدمة الرب، ملتهبة أيضا بمجد الرب. نرى الكنيسة المكرسة بالكامل للرب، ثم نرى أيضا أنها الكنيسة التي تسلك بالروح،
تسير أيضا بقيادة وإرشاد الروح القدس. نرى أيضا النموذج الحقيقي للكنيسة الأولى. هذا النموذج أحبائي مثال في الوحدة، مثال في المحبة، مثال في العطاء، مثال في التضحية، ومثال أيضا في تقديم الآخرين. لكن عندما نأتي إلى الإصحاح الخامس نكتشف الصورة تنعكس نوعا ما. نهاية الإصحاح الرابع بيتكلم عن الناس التي جاءت بممتلكاتها وقدموها عند أرجل التلاميذ. واحد منهم تلميذ اسمه برنابا. برنابا كان رفيق الرسول بولس برحلاته، لاوي من قبرص أصلا، باع كل ممتلكاته وطرحها عند أرجل التلاميذ. فعندما نأتي إلى الإصحاح الخامس حنانية وسفيرة حاولوا أنه يقلدوا طبعا برنابا، لكن للأسف كما يذكر الكتاب أنهم كذبوا على الروح، بل جربوا الروح القدس، وهذه خطية كانت خطية عمدا موجهة ضد الله. هذه الخطية أيضا تعتبر كانت خطية الرياء، وخطية الرياء هي واحدة من أكبر المشاكل، وأن الله كان لازم يتعامل معها من المراحل الأولى لنمو الكنيسة الأولى. حنانية وصفيرة باعوا الأملاك، قلدوا برنابا، لكن اختلسوا. يسمي الكتاب أنهم اختلسوا، هو بالأصل هم حرين باختيارهم، ما كانش ممكن يبيعوا أو ما في حدا أجبرهم أنه يعطوا أي نقود أو أي مساعدات، لكن باعوا الأملاك وقالوا أنه باعوا كل الأملاك وقدموها لبطرس. مش بس قلدوا برنابا، تظاهروا بالتكريس الكامل بالمحبة والولاء لله، وأظهروا طبعا نوايا غير سليمة. كما ذكرت هي واحدة من أكبر المشاكل، هي خطية الرياء. الرياء تعني أنك أنت بتظهر عكس ما هو أنت. الرياء يعني لبس قناع بيلعب دور الممثل، أو كما نسميه بوشين. الرياء مثل ما ذكرت هي خطية عمدا ضد الله، تحاول أن تجعل نفسك أو تجعل الناس تفكر أنك أكثر روحانية. من أجل هذا أحبائي كان الله لازم يتعامل مع هذه الخطية من المراحل الأولى من ولادة أو بداية نمو وتطور الكنيسة. سأواصل عن هذا الموضوع بعد قليل. بالكتاب المقدس ما في شيء اسمه خطية صغيرة أو خطية كبيرة، ما في شيء اسمه كبائر أو صغائر. كنيسة القبر المقدس، بنيت هذه الكنيسة في الأصل على يد الملكة هيلانا والدة الإمبراطور قسطنطين عام 330 ميلادية. إن كنيسة القبر المقدس تكرم ذكرى هضبة الصلب والقبر الذي دفن فيه المسيح، لذلك ظلت دائماً واحدة من أقدس المواقع المسيحية. وهناك مذبح بالقرب من هذا المكان الذي يعيد لأذهان الحجاج ذكريات الهول الذي لاقاه يسوع عندما سمر على الصليب. كما يوجد أيضاً ضريح مزين بني فوق الصخرة التي يعتقد الكثيرون أن يسوع قد صلب عليها. تضم كنيسة القبر المقدس العديد من الطوائف المسيحية، ولقد تعرضت للتدمير وإعادة البناء عدة مرات عبر العصور المختلفة، ولأنه عادة ما تكون الكنيسة مزدحمة وتعج بالضوضاء، يصبح من الصعب تخيل كيف كانت تبدو هذه المنطقة وقت حياة يسوع. أعزائي أواصل حديثي عن قصة حنانية وسفيرة من سفر أعمال الرسل الإصحاح الخامس. في كل بداية أي عمل عظيم لابد أن الشيطان يظهر لكي يحاول أن يفسد، بل أن يخرب مقاصد الله، هكذا يظن. لكن قوة الله أشد وأعظم. عندما يظهر الشيطان ينبغي أيضا أن ندين الشيطان والخطية بقوة وبشدة أيضا. هذا ما حدث مع حنانية وسفيرة. هم باعوا الممتلكات،
لكن اختلسوا بعض من هذه النقود. مثل ما ذكرت ما حدا جبرهن أنه يعطوا، لكن قالوا أعطوا كل ما عندهم. فالله أراد أن يعلم درس بل عبرة للآخرين لكي يعلموا أن الله قدوس عيناه أطهر من أن تنظرا الشر، لكي يعلموا أن الله أيضا عادل لابد أن يدين بل يجازي بل يحكم على الخطية. وينبغي أن نفهم أيضا أن الله لا يعطي مجد لآخر. هكذا تعاملات الله في كل مرة بيبتدي فيها عمل عظيم. عندما ابتدأ وشرع موسى بالقديم ببناء خيمة الاجتماع في البرية لشعب الله، جاء أولاد هارون نداب وأبيه، قدموا نار غريبة، يعني قدموا نار مزيفة، فضربهم الله في تلك اللحظة وقتلوا أمام الرب حتى إيش؟ يزيل الرجاسة أو النجاسة من الأرض. وعندما دخل يشوع أرض كنعان دان خطية عخان اللي سببت هزيمة لكل الشعب، عندها دان وحكم الله على الخطية. وهنا نرى بداية الكنيسة، نمو وتطور الكنيسة، أن الله كان يعمل أمور عظيمة جدا. لو دخلوا أناس مثل هؤلاء وأصبحوا قيادة في الكنيسة، ماذا سيكون تأثيرهم أو فعاليتهم على بقية الناس؟ مع أنه كلمة حنانيا تعني يهوى يتحنن، لكن اكتشف أن الله عادل بل جاز الخطية. سفيرة تعني جميلة، لكن اكتشفنا أن قلبها بشع وملوث أيضا بالخطية. ماذا نتعلم من هذه العبارات أو من هذا الدرس؟ عدة أمور. أولا، الخطية بالواقع تولدت في قلب حنانية وسفيرة من الشيطان. عندما واجهه الرسول بطرس قال ملأ الشيطان قلبك، لأن الشيطان هو كذاب وأبو الكذاب، هو قتال منذ البدء، والله يحكم على الشيطان. عندما دان حنانية وسفيرة حكم على أيضا على الشيطان. يريد أن يعلم عن الدافع الحقيقي والمحرك الحقيقي لأي خدمة ولأي بذل ولأي عطاء. شيء تاني، خطيتهم كانت بدافع الكبرياء، وهذه الخطية يكرهها الله ويدينها. من البداية الله دان لوسيفر وسقط، أي الشيطان، لأنه كان متكبر ومتجبر. وعندما أخطأ آدم وحواء عصوا الله بسبب خطية الكبرياء، الله دانهن. وهكذا أحباء، الله يكره خطية الكبرياء قبل الكسر. الكبرياء يقول الكتاب المقدس، مع أنه يسوع علم عن الدافع الحقيقي للعطاء وعن الطريقة الصحيحة للعطاء أحبائي، لكن هذا العطاء لم يكن في قلب حنانية وسفيرة. أرادوا أن يظهروا أمام الناس، أرادوا أن يكونوا مرائين، يعلنون أنهم يعطوا ويبذلوا ويضحوا، بالواقع أنهم يخبئون شيء معين. فالله تدخل وعاقب بلدان خطية الكبرياء. شيء ثالثي وهذا مهم جدا، خطية كانت شريرة موجهة ضد الكنيسة، ضد كنيسة الله. تذكروا أنهم كذبوا على الروح القدس بل جربوا الروح، هاي خطية ضد الله. الكنيسة التي اقتناها المسيح بدمه المبارك لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة بلا عيب، هذه الكنيسة موجودة لمجد الله. هذه الكنيسة هي جسد الرب وهي هيكله، بل هي عمود الحق وقاعدته. فانطبق المثل وكما يقال المثل، هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني جدا، لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. ليس أنهم سلبوا النقود بل سلبوا مجد الله، والرب قال أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر. ولكن رجلا اسمه حنانية باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة، فاحتفظ بقسم من الثمن بعلم منها،
وجاء بالقسم الآخر وألقاه عند أقدام الرسل. فقال له بطرس: يا حنانية، لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل؟ أما كان الحقل كله يبقى لك لو أبقيته، ولما بعته أما كان لك أن تحتفظ بثمنه؟ فكيف نويت في قلبك هذا العمل؟ أنت كذبت على الله لا على الناس. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ميتا، فملأ الخوف جميع الذين سمعوا بذلك. وقام بعض الشبان فكفنوه وحملوه إلى الخارج ودفنوه. وبعد نحو 3 ساعات دخلت امرأته وهي لا تعرف ما جرى، فسألها بطرس: قولي لي، أبهذا الثمن بعتما الحقل؟ أجابت: نعم، بهذا الثمن. فقال لها بطرس: لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب، وسيحملونك أنت أيضاً. فوقعت في الحال عند قدمي بطرس وماتت. فدخل الشبان ووجدوها ميتة، فحملوها ودفنوها بجانب زوجها. فاستولى خوف شديد على الكنيسة كلها وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار. أعزائي، لم تنتهي القصة عند هذا الحد. يقول الكتاب المقدس أنه صار خوف عظيم. هذا الخوف هو خوف مقدس، خوف للرجوع إلى الله، خوف احترام الله أو احترام الله من خلال الرسل أيضا، لأنه كانوا يتعظموا أمام الجميع وكان الله يكرمهم حقا، كما تقول الآية: أكرم الذين يكرمونني. صار خوف عظيم. وعلى فكرة كلمة عظيم مذكورة عدة مرات بصيغة جميلة جدا بسفر أعمال الرسل. مثلا قوة عظيمة، نعمة عظيمة، خوف عظيم، اضطهاد عظيم، فرح عظيم، أعداد عظيمة تؤمن بالمسيح. مثل ما ذكرت، هذا الخوف كان مقدس. النتيجة إنه الناس ابتدأت تخاف وتهاب. كان في تحذير للناس أنه ما تتساهل مع الخطية أو تعيش حياة التراخي. وكان أيضا تقديس للكنيسة، أنه الكنيسة هي جماعة المقدسين، جماعة طاهرة مقدسة، حتى ما تدخلها أي خطية أو يعبث فيها أي شر أو أي فساد. واضح أنه الرسول بطرس كان عنده روح التمييز، لأنه كان مليان بالروح القدس. استطاع أن يميز أنه حنانية باع وكذب على الروح القدس، استطاع أن يميز أن زوجته أيضا خدعت بل كذبت على الروح، بل جربت الروح القدس. وهذه معجزة نراها، أنه الروح القدس ملأ الرسول بطرس واستطاع أن يميز وأن يحكم، أن يحكم عليهم بالموت. هذا سلطان رسولي مكلف كان بالكنيسة الأولى للرسل. لكن في كل الحادثة الله تمجد. بالواقع مكتوب في الكتاب المقدس أن جماهير من الرجال والنساء كانت تأتي بأعداد ضخمة وينضم إلى الكنيسة ويؤمنون برسالة الخلاص ويؤمنون بالرب يسوع المسيح، لأنه رأوا أنه الكتاب المقدس أو كلمة الله مش مجرد أقوال، لكنها أفعال وأعمال أيضا تغير الحياة والكيان أيضا. مش بس أعداد ضخمة من الناس اللي أجت للمسيح، مكتوب أنه أعداد ضخمة كانت تشفى من الأمراض. وهنا نرى شيء غير اعتيادي، فوق الطبيعة، عن كيفية كيف أنه الله شفى المرضى من خلال أو بواسطة الرسول بطرس. مكتوب كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله، يعني هو ماشي، إذا الظل، إذا الخيال بتاعه لمس الناس كانت الناس تشفى من أي مرض وكانوا يبرؤون. فطبعا في كل حملة أو في كل تغيير أو في كل عمل
لابد أنه يكون في بركة عظيمة جدا، ومن ناحية تانية لابد أن الشيطان يتدخل حتى يفسد أو يحاول أن يفسد مقاصد الله. منشوف أنه موت حنانية وسفيرة أدى إلى خوف وإلى تقديس الكنيسة وخوف الناس، ثم أدى أيضا إلى امتداد الكنيسة، الأعداد الضخمة التي جاءت إلى يسوع، ثم رأت الناس معجزات خارقة وهائلة جدا باسم المسيح يسوع. وطبعا الشيء الطبيعي والتلقائي أكيد أنت عرفت أيضا الاضطهاد، فنرى الرسل يتعرضون للاضطهاد. جاءوا الصدقيون وتعرضوا للرسل وضعوهن بالسجن، لكن أحبائي الله تدخل، أرسل ملاكه وأخرج التلاميذ من السجن. وعندما سألوا عنهم في اليوم الثاني وجدوا أن كل الأبواب مقفلة مغلقة. وتقرير آخر أن الرسل والتلاميذ كانوا يوعظوا، كانوا يتكلموا بمنطقة الهيكل، أحضروهن مرة تانية، لكن هاي المرة مش بعنف، لأنه كانوا يخافوا الناس، لأنه بالفعل رأوا آيات ومعجزات، عمل إلهي عظيم جدا من خلال التلاميذ. طلبوا أنه ما يتكلموا بهذا الاسم من قبل. لما وضعوا الرسول بطرس في السجن طبعا كان كل فكرته أنه لا، لازم يتكلم بالرب، وهنا قالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إخوتي وأخواتي، أنت يا من تشاهد وتسمع هذه الحلقة، هل أنت تعيش الحياة المسيحية الحقيقية؟ هل أنت مؤثر وفعال؟ هل حياتك تشهد لنعمة الله وقوة الله في حياتك؟ أم تعيش حياة التراخي والكسل أو خطية الإهمال؟ فالله يحذر من خطية الإهمال. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. الحياة عابرة، ممكن أنك تعطي حياتك للرب في هاي اللحظة، وممكن تأجل وحياتك تكون سبب مش بركة، للأسف لعنة وخسارة أبدية كاملة. لكن في كل نهضة كان بطرس الرسول يقف ويتكلم عن محور الكرازة، شخص الرب يسوع المسيح. دعني أسألك في الختام، هل حياتك عقيمة بلا ثمر؟ هل تعيش النصرة والغلبة بقوة روح الرب؟ لربما أنت تشاهد هذه الحلقة تستهتر في الأمور الإلهية، أنا أدعوك لكي تفحص ولكي تفتح قلبك. افتح قلبك ليسوع المسيح، توجه ربا بل ملكا ومخلصا على حياتك، وتذكر أن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. وبينما بطرس ويوحنا يخطبان في الشعب، جاء إليهما الكهنة ورئيس حرس الهيكل والصدقيون، وهم مستاؤون لأنهما كانا يعلمان الشعب ويعلنان قيامة الأموات بقيامة يسوع، فأمسكوهما وحبسوهما إلى الغد لأنه جاء المساء. وآمن كثير من الذين سمعوا الكلمة، فبلغ عدد المؤمنين من الرجال نحو 5,000. وفي الغد اجتمع في أورشليم رؤساء اليهود والشيوخ ومعلمو الشريعة وحنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا وإسكندر وأبناء رؤساء الكهنة كلهم. ثم استدعوا بطرس ويوحنا وسألوهما بأي سلطة أو بأي اسم عملتما هذا؟ فأجابهم بطرس وهو ممتلئ من الروح القدس: يا رؤساء الشعب ويا أيها الشيوخ، إذا كنتم تسألوننا اليوم عن الإحسان إلى مريض لتعرفوا كيف شفي، فاعلموا جميعاً وليعلم شعب إسرائيل كله أن هذا الرجل يقف هنا أمامكم صحيحاً معافاً باسم يسوع المسيح الناصري، الذي صلبتموه أنتم وأقامه الله من بين الأموات. هذا هو الحجر الذي رفضتموه أيها البناؤون، فصار رأس الزاوية. لا خلاص إلا بيسوع، فما من اسم آخر تحت السماء وهبه الله للناس نقدر به أن نخلص.
عزيزي في الختام أريد أن أقول من كلمة الله: مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. بالكتاب المقدس ما في شيء اسمه خطية صغيرة أو خطية كبيرة، ما في شيء اسمه كبائر أو صغائر. في الكتاب المقدس كل خطية كانت صغيرة أو كبيرة هي موجهة ضد الله، موجهة ضد قداسة الله، ضد مجد الله، ضد كمالات الله، ضد طبيعة الله القدوس الذي لا يستطيع ولا يطيق أن يرى الشر. لكن من ناحية ثانية نرى عدل الله، الله لابد أن يجازي، لأنه مكتوب أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. إن هذه الحادثة أدت إلى امتداد الكنيسة وإلى خوف عظيم وإلى خلاص نفوس كثيرة وإلى معجزات خارقة وإلى اضطهاد، لكن الاضطهاد سبب فرح للتلاميذ وسبب أيضا امتداد الكنيسة لكل أنحاء الأرض. لربما أنت تتساهل بالخطية وتستهتر بحياتك، أدعوك في هاي اللحظة إنك ما تستهتر. مكتوب الله لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته غير علم إن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله، لأن ليس عند الله محاباة. لكن أنانة الله مفتوحة والباب مفتوح، المحبة موجودة، الله يحبك، يريد أن يكون في علاقة معك، يريد أن يخلصك، يريدك أن تحصل على الحياة الأبدية. صلي من كل قلب أنك تصنع هذا القرار. إذا صنعته أو صليت أو بتحتاج لمساعدة روحية يمكنك أن تتصل بنا هاتفيا أو تكتب لنا، منحب نسمع منك. إلى اللقاء. وعلى فكرة أنا بدعوكم في الحلقات القادمة أن نواصل رحلتنا، تيجوا معي في رحلة في سفر أعمال الرسل. إلى اللقاء والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن الشمامسة. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-02-666-07 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو